السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الغزاله ديالي لاباس عليكم، كدايرين؟ نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. رمضان مبارك سعيد. اليوم فيديو جديد ان شاء الله على القناه. اليوم غنشارك معكم الطريقه اللي كنستعملوا الطاجين الاول مره باش غادي نطيبوا فيه، المراحل ديالو كي كنصوبوه باش كنوجدوه للطياب باش ما كيتشقش او يتهرس. اول حاجه كنديروها كنبيتو في الماء باش كيشرب الماء مزيان. هذا يا البنات انتما كتشوفوا هذه بات ليله كامله بيتو في الماء. دابا تشوفوا حتى اللون ديالو راه تغير، ولا دابا اللون ديالو فونس ولا مغلوق، كان لونه مفتوح، لون ديال التراب. دابا هو هذا ديالها كامله شرب، نحيدوه نخليه شويه يشرب ينشف، وغادي ندوزو لمرحله واحده اخرى. هو دا كما كتشوفوا هذا راه ما مجلش البنات، كما قلت لكم هذا راه غير عندي واحد مجلج وصافي، مابقيتش كنخدمو حيت قال لك داك المجلجين حتى هما ما صالحينش للطياب. هذا راه ما مجلل شي، غير دابا محيت فازك عطيه هذا اللون. عنده هذه القصديره هذه باش كتساعد على كدوزو العافيه غير بالمهل، وهاد اللي ديدات ملي كيكون سخون باش كتهزيه. دابا كما قلت لكم غادي نخليوه حتى ينشف شويه وغندوزو للمرحله المواليه ديالو. صافي البنات، بعد ما شفنا الطاجين دابا غادي ندوزو للمرحله المواليه كما قلت لكم. غناخدو غادي نديرو فيه الزيت، بالزيت هاد الزيت هادي قليت فيها لي فخيت وبقات لي، وغادي نصوبها هنايا باش الطاجين يشرب الزيت مزيان. نحاول ندوز هاد الزوجه كامله على الطاجين كامل باش يشرب مزيان الزيت. نصوب الطاجين هكذا من داخل ونعاود ندهنو حتى من برا للطياب كذلك حتى هي. كلها هكدا نحاول نخليه يتشرب الزيت. دابا نحاولو نصوبو لو حتى من هنايا باش يشرب مزيان الزوزه باش ما يتطقش. الزيت كاينه هادي دابا كيما قلت لكم قليت بها وغادي تتلاح. دابا نشربو هاد الطاجين هكدا باش يشرب لنا مزيان الزويزه. صافي هادي المرحله الاخيره. وكاين بحال دابا الا بغيتو يعني الطياب الاول، الوصفه الاولى ماشي الطياب الاول ملي غطيبو فيه، يعني ديرو فيه غير شويه بحال دابا شويه ديال القزبور المعدنوس شويه البصله هكا وداكشي وتخليوه يطيب باش يشرب بعدا الطيبه ديال هاد الاخر هكدا. حنا صوبتو كامل من داخل ومن برا حتى الطاية ديالو حتى هي صوبتها من داخل هكدا ودوز عليها من برا. الزيت كاينه صافي خليها هكدا باش يشرب مزيان. صافي نخليها كيتشرب مزيان وصافي كيما قلت لكم المرحلة المولية. صافي غادي نطيبو فيه عادي. يلا خليتكم على خير، حتى الفيديو اخر ان شاء الله.
الجزائري داك الشيء. Thank you.